حشد الإماراتي. يلا نحضر سوا. ملح، حار أبيض، قرفة ناعمة، زهر عربي، كركم، زيت الزيتون، ومنبلش الدعك. وبنشوي الحشد الإماراتي على نار قوية، زيت زيتون للتقلاية، ورق الغار للنكهة الأفضل، لومي يابس، عيد عن القرفة، فلتر رومي مقطع، فطر مقطع، عصير ليمون الحامض للنكهة، عصير طماطم الطازج، ونضيف معلقة الزبدة، ونضيف الملح، رشة فلفل أبيض، قرفة مطحونة، معلقة صغيرة بهار وشكر، طماطم مقطعة، حجم إماراتي مشوي. وللتزيين مكسرات على ذوقكم مقرمشة، بقدونس للنكهة. طبعاً لليوم الحجم الإماراتي مشوي. لا تنسوا تشاركونا وصفاتكم وتعليقاتكم تحت البوست. رمضان كريم.